العد التنازلي لعودة الزمالك للمنافسات المحلية والقارية يبدأ من معسكر الإمارات. المواجهات الودية التي سيخوضها الزمالك هناك تأتي في الوقت المناسب. الزمالك لأول مرة منذ فترة يخوض فترة إعداد مثالية، وإذا أردت الدليل ستجد أن الزمالك قرر تقسيم فترة التوقف إلى مرحلتين. الأولى خاض فيها الفارس الأبيض ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام كاسكادا وفاز برباعية، والثانية أمام عثماثون طنطا وفاز بثمانية أهداف دون رد، والأخيرة أمام الشباب الكويتي وفاز الزمالك برباعية جديدة. 16 هدفا سجلها الزمالك في اللقاءات الثلاث، واطمأن الجهاز الفني على عودة محمود حمد الونش ومصطفى شلبي وعناصر الشباب. حقق الزمالك كل المكاسب الممكنة من فترة الإعداد الأولى، وتنتظر الجماهير فوائد المرحلة الثانية. سيخوض الزمالك في الإمارات دورتين وديتين، الأولى هي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي. الزمالك سيبدأ مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي في 20 يناير، على أن تقام المباراة الثانية في 24 من نفس الشهر. البطولة الثانية التي سيشارك بها الفارس الأبيض هي كأس دبي للتحدي. الزمالك سيواجه في المباراة الأولى فريق الرجاء المغربي في 26 يناير، أما النهائي سيقام في 28 يناير. بنهاية فترة الإعداد سيكون الزمالك على موعد مع جدول مباريات مضغوط. الفارس الأبيض سيخوض مباريات في الدوري والكأس والبطولة الكونفدرالية، إلى جانب نهائي كأس مصر للموسم الماضي. كل ذلك يعد إعلانا صريحا أن الزمالك بدأ مرحلة الجد.